بسم الله والحمد لله والله أكبر كبيرا. يا هادي ارحمنا واهدنا وارنا سبلنا وأعنا على اتباعك حتى نسلم من غضبك وأليم عقابك. اتخذت بيتا، وبعد حكم الله في شأن هذه البيوت، قال قلت لي قارن بين بيوت الأسود وبيوت الإنسان وبيوت الجان، رأوا هنها le plus précaire ou la plus précaire des demeures, la plus précaire des demeures c'est celle-là, c'est cette toile de l'araignée. أفهم أفهم يا من تريد الفهم، والقرآن ماهوش رخيص، والقرآن معنا كما تقول أنت كريم، وخيراته لا تبيد، بل كلما أولت بفهم بعض ما أتى به القرآن إلا وازداد علمك بجهلك بالقرآن. نعود إن شاء الله.